مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع من جدل. مذكرة رئاسية أمريكية تضع الاتفاق النووي في مهب الريح. تعود العقوبات الاقتصادية، وترامب يقول إن قادة إيران يهدرون ثروات شعبهم في دعم الإرهاب. دول تهلل للقرار، أما إيران فتتوعد واشنطن بعواقب وخيمة للقرار غير القانوني. فهل وراء الصخب والتصريحات النارية واقعية سياسية ستعيد جميع الأطراف لطاولة الحوار، أم أن زمن العقلانية قد ولى؟ نحاول في حلقة اليوم معرفة الفرص والتحديات التي تقف بوجهنا كعرب في كلتا الحالتين. وكما العادة لدينا فريقان. فريق يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يسيران باتجاه التصعيد، وبأن مكسب العرب سيكون في تحجيم إيران ونقلها من مربع التمدد في المنطقة العربية إلى مربع الانحصار للدفاع عن نفسها. وفريق يعتقد أن الخلاف الأمريكي الإيراني ما هو إلا زوبعة دبلوماسية، وأن الحرب بين البلدين إن اندلعت لن تكون إلا على أرض عربية. يشاركني في تقديم هذه الحلقة الدكتور مازن الرمضاني، أستاذ العلوم السياسية ودراسة المستقبل. أهلا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. طبعا السؤال الأبرز، ماذا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتأثير ذلك على المنطقة العربية وعلى العلاقة الأوروبية الأمريكية؟ لكن قبل ذلك لنفهم أسباب ودوافع ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي. هل كان بسبب وعود انتخابية، أم هناك استراتيجية محددة تجاه إيران، أم أن ما جرى هو مجرد إرضاء لليمين الأمريكي ولبعض الدول العربية؟ نعم عزيزتي ريم، شكرا جزيلا على الاستضافة. أحييك وأحيي الشباب وأحيي الحضور والمشاهدين الكرام. لكي أستطيع الإجابة على هذا السؤال المهم، أعتقد بحاجة إلى أن أوضح بضعة أمور مقدمة. أولا، إننا عندما نتكلم عن صانع للقرار في دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مستويات من التحليل. المستوى الأول هو المستوى النفسي، المستوى الثاني هو المستوى المحلي، والمستوى الثالث هو المستوى الذي يمكن أن نسميه بالعالم الذي يجمع بين الإقليمي وغير الإقليمي. إذن مجاميع ثلاثة من المتغيرات تفسر لنا لماذا تصرف السيد ترامب بالصيغة التي تصرف بها حيال الاتفاق النووي الإيراني الأوروبي الأمريكي الروسي الصيني. إذا انطلقنا من المتغير الأول، المتغير النفسي، غني على القول أن صانع القرار أيا كان يتصرف على وفق تلك الخصائص التي تتحلى بها شخصيته، وبالتالي القرار الذي يتخذ من قبل صانع القرار في جانب منه هو انعكاس لشخصية صانع القرار، وهذا شيء ينسحب على السيد ترامب. السيد ترامب باجتهادي يعبر عن شخصية إشكالية حقيقة. الجدل كثير حول هذه الشخصية، ولكنني أعتقد على الرغم من أن هذه الشخصية مثيرة للجدل، إلا أن السيد ترامب يتصرف على نحو واضح بالنسبة له، ووضوح التصرف يعبر عن شخصية هذا الرجل. هو رجل بزنسمان، رجل أعمال، يضع الهدف ويستخدم الوسيلة لتحقيق هذا الهدف، أي بمعنى إنه يدرك ماذا يفعل، على الرغم من كل الأقوال التي تقول إنه عشوائي اعتباطي لا يتوفر على رؤية واضحة. أنا أروح إلى العكس. هذا من جانب آخر.
الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمان ليس بالقصير في مرحلة أفول. لا يعني هذا الكلام أن الولايات المتحدة سوف تتحول إلى دولة من دول عالم الجنوب، لا، وإنما ستتحول إلى دولة من ضمن مجموعة الدول الكبرى وليس ضمن مجموعة الدول العظمى. هنالك فرق بين الدولة العظمى والدولة الكبرى، والسبب وراء ذلك أن مقومات القوة والقدرة على الفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتآكل، وتآكلها ليس مرده إدارة أوباما وليس مرده بالطبع إدارة ترامب، وإنما هذا التآكل يعود إلى فترة سابقة. هذا التآكل يشمل كافة القدرات التي تتوافر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء اقتصادية، علمية، اجتماعية، وحتى اقتصادية. اقتصاديا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات تشكل أكثر من نصف اقتصاديات العالم. الآن الصين بدأت تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، والمعطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتراجع اقتصاديا إلى المستوى الثالث بعد الصين والهند. ونحن نعلم كعلوم سياسية، وطالبي أحد طلبتي العلوم السياسية هنا ليس طلبتي شخصيا وإنما في العموم، يدرك تأثير العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. إذن هذا القرار كان مزيجا من دوافع ذاتية وأيضا من الوضع للولايات المتحدة الحالي اقتصاديا زائدا عالميا. إيران تمددت دون شك. إيران تمددت دون شك جراء ليس قوة إيران، وإنما مع الأسف جرى ضعف العرب، وبالتالي عدة متغيرات إذا تفاعلت، نفسية ومحلية أمريكية ونقل عالمية إقليمية، تفاعلت مع بعض لتفسر لنا القرار الذي ذهب السيد ترامب إلى اتخاذه، ألا وهو الانسحاب من القرار. إذن لنسمع إلى المعطيات التي سيقدمها كلا الفريقين بخصوص الانسحاب، تشجيع الانسحاب، والبعض يعتبر أنه هذا الانسحاب كان خطأ استراتيجيا. لنبدأ مع قاسم والي. قاسم، حضرتك باحث متخصص في الشأن الإيراني، وأيضا عزام القصير نفس الفريق طالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة لندن، وأيضا حضرتك كمان في جامعة لندن. قاسم، أبدأ معك، أعطيني يعني بس خلاصة للمعطيات اللي على أساسها أنتما تبنيتا هذا القرار. طيب، أنا أعتقد أن الاتفاق النووي الدول 5+1 مع إيران له دوافع اقتصادية أولا، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة اقتصادية في إيران، وعلى سبيل المثال حجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال العام الماضي كان حوالي 21 مليار يورو، وهذا من الممكن أن يصعد ليصل إلى أكثر من 40 مليار خلال خمس سنوات. لكن في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي كان لديه هواجز من اتفاق النشاطات الإيران النووية فقط، بالتالي الاتحاد الأوروبي من صواريخ البالستية. لا، في البداية قبل الاتفاق النووي الهواجس من نشاطات إيران النووية، فبالتالي وصلوا إلى نتيجة بأن يجب تحت مراقبة الملف النووي الإيراني، وفي نفس الوقت حتى نستطيع التبادل التجاري مع إيران وبدء صفحة جديدة تجارية مع إيران. فبالتالي أساس الاتفاق النووي هو مصلحة اقتصادية. لما أنظر أنا كعربي ما هي مصلحتي أنا شخصيا بهذا الاتفاق، إذا أرى أن إيران، إذا أقايس إيران قبل الاتفاق النووي وبعد الاتفاق النووي، نرى أن بعد الاتفاق النووي إيران حصلت على أكثر من 150 مليار دولار أمريكي، وحصلت في خلال الاتفاق قبل إبرام الاتفاق حصلت على 1.7% 1.7 مليار كاش من أمريكا. فبالتالي إيران حسبت أنها تفرغت من هذا الملف، احتلت مشكلتها مع أوروبا، والآن ستتجه إلى مناطق نفوذها في الشرق الأوسط
لذلك نرى أن تضاعف دور إيران، أنشطة إيران التخريبية في الدول العربية، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. وبالتالي أنا كعربي لا أرى أي مصلحة لي في الاتفاق النووي، وأعتقد أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد أن أوروبا ستخرج أيضا لاحقا، سيكون بمصلحة العرب. إذن ترى أن هذا الاتفاق مكن إيران اقتصاديا، وبعد ذلك كانت ستتفرغ لدور أكبر أو للتمدد في الشرق الأوسط. هذا فعلا حصل. حصل. ونعتقد أن هذه يجب على العرب اغتنام هذه الفرصة. نعم. والتخلص من الخطر الإيراني إلى الأبد. سنتحدث عن ما المطلوب من الدول العربية بعد الانسحاب. أنتقل للفريق الآخر مع إبراهيم حمادي باحث بجامعة ساري. أهلا بك إبراهيم. ومحمد صوالح ناشط سياسي. إبراهيم، اسمعنا بعض المعطيات اللي قدمها الفريق الآخر مع قاضم. اعتبر أنه هذا الاتفاق أضر بمصلحة العرب، سواء كان اقتصاديا أو حتى في نفوذ وتمدد نفوذ الإيراني في المنطقة، في اليمن وسوريا كما نلاحظ الآن. شكرا لك، بحييك وبحيي ضيوفك والجمهور الكريم. بداية علينا نتذكر أول شيء أنه بلادنا هي عبارة عن ساحات صراع. المهللين لأمريكا وألغاء الاتفاق هم فعلا يتناسون أنه نحن بلادنا هي ساحات الصراع، وبالتالي سينعكس ألغاء الاتفاق بالدرجة الأولى على بلادنا نحن. يعني قد يعتبر هو أنه في خطر إيراني، ولكن حالة الاضطراب بالدول العربية ستتطور ولن تتحسن أبدا. أنا بأيده على نقطة أنه قال أنه بالنسبة لإيران عوامل اقتصادية، هذا شيء صحيح وبديهي، ولكن إيران فعليا لم تستفيد فعلا من الاتفاق النووي. يعني كان في عدة نقاط، 150 مليار هذا كان كله بالوراق ولم تحصل عليه إيران أصلا. ولكن يعني مع رفع العقوبات الاقتصادية عن صحيح بعض الشركات الإيرانية، يعني سمح لها لإيران لحتى يعني تحسن من اقتصادها. صحيح، أبرمت بعض الصفقات، ولكن فعليا ظل في هناك عقوبات على المصارف على شركات التأمين، وهذا أهم شيء بالنسبة لإيران. يعني إيران كانت تدفع بمحلات بالعقود التي كانت تعقدها، كان في محلات تدفع مفروض تدفع 7% تأمين، صارت تدفع 35% تأمين، وهذا كان تكلفة إضافية إلى يعني. أما بالنسبة لواحد فاصلة 7 مليار، هذا مش يعني أمريكا لم تعطيها لإيران أصلاً، هذا تحررت بعض الأموال المحتجزة عند الأمريكان بالموضوع يعني. لذلك أنا أرى يعني إلغاء الاتفاق سيضر العرب بالدرجة الأولى. يعني نحن ليس لدينا يعني قوة سياسية، نحن صحة صراع، وبالتالي يعني الموضوع ينعكس علينا أولا يعني. نعم. طيب حنرجع على عزام. عزام، هل أمريكا يعني معنية بالشرق الأوسط بما يجري في الشرق الأوسط؟ لاحظنا أنه كان في خلال قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حديث عن انسحاب القوات الأمريكية من شمال وشرق سوريا، حتى باليمن لم يكن للولايات المتحدة أي دور فعال في تلك المرحلة، وحتى الميزانية التي كان طالب فيها ترامب ل 2018-2019 كانت لمواجهة التحدي الاستراتيجي لكل من الصين وروسيا. طبعا هلا السؤال الاساسي هو هل امريكا مصالح بالشرق الاوسط؟ طبعا امريكا لها مصلحه اساسيه بالشرق الاوسط، بتوزع القوى، بالعائدات الاقتصاديه بالشرق الاوسط. بس بدي اشترك مع الدكتور مازن بالبدايه اللي قدمها بموضوع مستويات التحليل، انه هي الاداره الامريكيه كيف هي اولوياتها وشو باي يعني منظور بتشوف الامور. في عندنا المستويات الثلاثه اللي هي المستوى النفسي بالنسبه للرئيس، وبعدين المستويات الاقليميه والمستوى الدولي. بخصوص إدارة ترامب، العين لازم تتوجه دائما على الساحة الداخلية الأمريكية لحتى نفهم نحن توجهات ترامب الدولية والإقليمية وكل سياساته بالفترة الأخيرة. ترامب عم بيسعى دائما لأنه يكون هو اللي عم يعمل أي إنجاز وأي اتفاق بالشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط، يعني هو اللي بده كل المكاسب، هو يحقق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية اللي تنحسب على إدارته. موضوع توجهات الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط، هو ما في عندنا توجه واحد، هو في مجموعة من التوجهات اللي كان دائما عم تتغير. في عندنا توجه إدارة أوباما اللي كان هو شبه انعزالي، يعني عم يعطي الأطراف الإقليمية دور كبير إنه هي تلعب بالمنطقة وتحدد شكل السياسات بالمنطقة. إجا عندنا بعدين إدارة ترامب اللي هي عم تحاول هي اللي تأخذ كل الدور الأساسي، تلعب الدور بشكل مباشر. هلا احد نتائج هذا الدور المباشر هو انخفاض او انه الحد من قوه ايران او تمددها بالمنطقه، اللي هو اللي شفناه بالغاء الاتفاق النووي.
هلا هذا انا برايي انه ممكن يكون له نتائج ايجابيه على المنطقه. هلا هو طبعا اداره ترامب هي ما عم تاخذ بعين الاعتبار مصلحه العرب كاولويه بالنسبه لصناعه السياسات والقرارات، انما برايي كنظره سياسيه واقعيه بالنسبه لنا كاصحاب مصلحه قد يكون له انعكاس ايجابي، يعني الحد من هالادوار التدخلات الاقليميه سواء من اطراف، ما عم بحكي فقط على دور ايران بالمنطقه، عم بحكي عن اللاعبين بالمنطقه كلها اللي بتشمل تركيا وبتشمل ايران ويعني كل الاطراف الاقليميه اللي عم تتدخل بالملفات الحساسه اللي منها سوريا ومن اليمن وغير ملفات بالعراق وغير العراق. نعم. فباعتقادي قد يكون في تداعيات ايجابيه رغم انه هو مانه الاساسي، مصلحه العرب او مصلحه بالملف السوري، مصلحه السوريين هي مانه ماخوذه كهي اولويه بالنسبه لصانع القرار. يعني هل مصلحه العرب هي بعوده قويه لامريكا في المنطقه؟ خلينا نسال محمد بهالموضوع. لاحظنا بهالفتره الاخيره في دعم امريكي للقوات، خلينا نحكي عن اليمن، لقوات المواليه للشرعيه في اليمن، وهذا ادى للتقدم خاصه بمنطقه الحديده. هل هذا هو المطلوب من الولايات المتحده، تدخل لردع ايران؟ هذا ما يريده العرب؟ اولا الحديث عن الاتفاق النووي وعن ويعني مصلحتنا كعرب، اولا لازم اقول انا ضد الانسحاب من الاتفاق مع علمي الكامل بان الاتفاق يعني ليس كاملا وفيه الكثير من الثغرات، ونحن كنا دائما كعرب دائما العنصر الغائب سواء اثناء المفاوضات النوويه 21 شهر من 21 يعني من التفاوض كنا دائما العنصر الغائب، والان نحن العنصر الغائب. عندما نقول ان الغاء الاتفاق سيصف مصلحتنا على اي اساس؟ يعني اخي كاظم تكلم عن هذا الكلام، نحن بلا خطه وبلا استراتيجيه وبلا رؤيه. فأي تغيرات من اي نوع سواء انسحاب من الاتفاق النووي او ابرام هذا الاتفاق لن نستفيد منه نحن العرب اذا لاننا يعني ليس لدينا خطه واضحه ولا استراتيجيه واضحه في التعامل مع هذا. لكن لماذا انا اعتقد انه لا يجب الانسحاب من الاتفاق بالشكل التالي؟ لانه انا اعتقد ان هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحده لديها ادوات اخرى للضغط على ايران للاستفاده. يعني يمكن اعتبار الاتفاق النووي الحالي اطار موجود ساهم في تحجيم إيران بشكل ما. أنا لا أتفق مع أخي كاظم أن دور الإيراني تضاعف بعد الاتفاق، بالعكس التدخل الإيراني أصبح مرهق لإيران. الآن إيران تنحسر مثلا في العراق، يمكن يعني صحوا لي إذا أنا مخطئ، النتائج الانتخابات العراقية الأخيرة تبين أنه الهوى الإيراني شوية في انحسار. في اليمن أيضا كما ذكرتي هناك تقدم على الساحة الغربي، ولن يحصل تقدم في الملف أو في اليمني أو في المعركة اليمنية بدون موافقة من الدول الكبرى. حتى في سوريا الاتفاق الجنوب يدل على أنه في محاولة أيضا تحجيم القوات الإيرانية. هذه الدول تمتلك، الدول الكبرى تمتلك أدوات كثيرة تستطيع من خلالها إذا كانت تهتم بمصلحة العرب، والعرب يجب أن يكون يعني حنقول أنه إذا عندك أو صاحب حاجة معنى بالطلب تستخدم هذه الأدوات للضغط على إيران وعلى التمدد الإيراني في إبقاء هذا الاتفاق كوسيلة أو كقيد ربما يبقي إيران وانشطتها مؤجلة إلى حين. لكن الآن رد الفعل الإيراني، إيران استخدمت تدخلها في الدول العربية كورقة، الرد سيكون بلا شك باستخدام نفس الورقة كما تكلم أخي إبراهيم، سيكون رد الفعل على شكل استخدام الأوراق في المنطقة، ربما دعم جديد للحوثيين في اليمن، ربما تدخل أكثر في العراق أو في سوريا. إذا نريد الانسحاب من الاتفاق، نحن نتكلم عربيا إلى أين؟ نحن بالعادة نقوم بخطوة أو نؤيد خطوة، ولكن في الحقيقة هناك شيء من قصر النظر السياسي والاستراتيجي، لا 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 ننظر ماذا سيحدث بعد. وربما حتى إذا كان الانسحاب من الاتفاق شيء إيجابي، لكن هو سيكون إيجابي أو سلبي بناء على نحن كيف سنتصرف وإن دورنا في هذا الموضوع. لهذا دكتور مازن، سمعنا لأراء متعددة بهالموضوع خاصة فيما يتعلق بتأثير هذا الانسحاب على المنطقة العربية. الدول اللي هللت لهذا الانسحاب كيف ستستثمر ذلك؟ هل بالفعل كما يقول محمد في قصر في الرؤية والاستراتيجية العربية تجاه دور إيران في المنطقة؟ عزيزتي، عندما نتكلم عن الاتفاق النووي والانسحاب الأمريكي منه والتداعيات، نتكلم عن المستقبل. نعم. وهذا موضوع في غاية الأهمية، ينبغي أن يثير دائما وأبدا اهتمام، لأن الحاضر
ينتقل إلى المستقبل، والمستقبل سنعيش فيه. الشباب يرون الحياة من منظار أحادي، أما أبيض أو أسود، والحياة ليست كذلك يعني. وإنما الحياة هي دائما وأبدا اجتماع الأبيض والأسود، وهنالك اللون الرمادي. من الخطأ جدا أن نسحب ما كان على ما سيكون، وطبعا بمعنى سحب الماضي على المستقبل ورؤية المستقبل كأنما هو امتداد للماضي. هذا خطأ فظيع نقع نحن فيه العرب دائما وكثيرا. المسألة الثانية، المستقبل لا يقترن بمشهد واحد، وإنما المستقبل مفتوح على الكثير من المشاهد. وبالتالي أنا لست مع البقاء ولست مع الانسحاب، وإنما أنا شخصيا كمهتم بالموضوع مع تعديل الاتفاق. خيارنا العرب هو في تعديل الانتخاب، لأن البقاء في الاتفاق سواء بوجود الولايات المتحدة الأمريكية أو بعدم وجودها. الآن الولايات المتحدة الأمريكية خارج الاتفاق، وهي توظف بالنيابة باي بروكسي الاتحاد الأوروبي بصيغة أو بأخرى لدفع إيران إلى التفكير بإعادة صياغة الاتفاق على نحو آخر جديد يلبي. ولكن إيران أعطت الاتحاد الأوروبي مهلة. لا، هي إيران، نعم هذا كلام عام يعني، دائما صناع القرار الأمريكي يستخدمون ألفاظ وعبارات تفيد بأن لهم تلك القدرة الهائلة التي تستطيع صناعة الحدث بين نتنياهو وأخرى. نعم. وهذا خطاب موجه عادة إلى الداخل الإيراني. الواقع ليس كذلك. نعم. إيران ليست تلك القوة العظمى الوحيدة التي تستطيع أن تصنع الحدث على وفق ما تشتهي. لا، هنالك إرادات أخرى بالإضافة إلى الإرادة الإيرانية تتفاعل مع بعض لتنتج ما هو مطلوب. إذن البقاء ليس في صالح العرب، لأن البقاء منح إيران قدرة مضافة على الامتداد. والهيمنة في المنطقة، صناع القرار الإيراني دائما يصرحون أنهم سيطروا على 5 عواصم عربية، والآن هم يتحركون نحو المغرب العربي أيضا لتأسيس الركائز لهيمنة شبه مباشرة في الأقل على دول المغرب العربي. إذن مصلحتنا نحن العرب تكمن في تحجيم التطلع الإيراني الفارسي نحو الهيمنة على وطننا العربي في العموم وعلى خليجنا العربي في الخصوص. لكن بالمقابل أيضا الانسحاب قد يفضي بإيران أو قد يدفع بإيران إلى التصرف غير المنطقي غير السليم، كأن تعود مرة أخرى إلى تخصيب اليورانيوم. وهذا ما صرح به مسؤول إيراني. نعم، في عودة لتخصيب اليورانيوم. نعم، هذا ممكن إحنا نأخذ بالنظر الاعتبار هذا الكلام. هم الآن دون مستوى التخصيب، لأن هنالك نسبة 20%. نعم. إذا ما وصل نسبة التخصيب إلى 20% إيران تكون قادرة على صناعة قنبلة. إذن مصلحة العرب هو تعديل، هو في تعديل الاتفاق بما يضمن الأجل 3 أمور أساسية. هذا التعديل ينبغي أن يتضمنها. نعم. نتحدث عن الشروط، ولكن الذي أخذ بعض الأسئلة من الجمهور. تفضلي، عارفين عن نفسك. تفضل. مرحبا، هيا ناجي. أهلا. أنا السؤال اللي حاب أطرحه بخصوص النقطة اللي ذكروها عن مستويات صنع القرار، يعني تم ذكر المستوى المحلي والإقليمي والشخصي، بس إحنا معروف إنه أمريكا دولة مؤسسات، يعني ما في إنه شخص واحد بيتخذ القرار لحاله، فإنه ما دور المؤسسات الأمريكية مثلا مثل الكونغرس، وزارة الدفاع أو الخارجية إنه في اتخاذ هذا القرار، هل ساهموا في اتخاذه؟ وإنه شو ردة فعلهم عليه؟ سؤال مهم جدا متعلق بدور الإستابليشمنت بالولايات المتحدة. شكرا. هيا، أي سؤال آخر؟ تفضل. مرحبا، اسمي عمر. سؤالي للفريقين،
هل دخلت السعودية وإسرائيل في حلف الضرورة ضد إيران أم أن إيران هي مجرد واجهة لتطبيع العلاقات بين البلدين؟ كمان من الأسئلة المهمة، ممكن كمان تجاوبوا مين بحب كمان؟ تفضل دكتور. موضوع دور المؤسسات عزيزتي، الدستور الأمريكي يعترف بمسألة الفصل بين السلطات، check and balance، التوازن والمراقبة بين السلطات أو بين المؤسسات. لكن قد تعلق الأمر بالسياسة الخارجية الأمريكية، الدستور الأمريكي يتيح لرئيس الإدارة الأمريكية حق اتخاذ القرار السياسي الخارجي. نعم مجلسي الكونغرس لهم تأثير، المحكمة العليا لها تأثير، المؤسسات الأخرى لها تأثير، لكن في النهاية صانع القرار الأمريكي الأول هو رئيس الإدارة الأمريكية أيا كانت تسمية هذا الرئيس، وبالتالي القرار يتخذ من قبل الرئيس. نعم نحن نعلم أن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يقترن بصناع للقرار يختلفون فيما بينهم اختلافا بينا، يعني كندي على سبيل المثال هو غير أوباما وغير ترامب، بوش الأول، بوش الأب وبوش الابن يختلفان عن أيزنهاور. إذن هنالك اختلاف في رؤية واستراتيجية صانع القرار، لكن هذا لا يلغي، يعني القصد أن دور رئيس الإدارة الأمريكية لا يلغي دور المؤسسات في عملية صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن له الكلمة الخاصة، له الكلمة الأولى والنهاية في السياسة الخارجية. بالنسبة دكتور كنت عم تحدث عن مصلحة العرب، مصلحة العرب هو في تعديل هذا القرار. في نقطة مهمة تتعلق طرحها عمر بالنسبة لأيضا الاستراتيجية اللي عم تتبعها بعض الدول العربية بخصوص هذا الموضوع، التماهي مع المواقف إسرائيل باعتبار أن إيران هي العدو المشترك، هل هذا من مصلحة العرب أيضا؟ هل مؤيدين للانسحاب؟ بدي أسمع رأيكم في هذا الموضوع. برأيي ما في، يعني هلا هو اللي صار أكيد راح يكون فيه إلى مصلحة إسرائيل بالحد من قوة إيران بسوريا وبتدخلها بالملفات الإقليمية، بس هذا ما بيعني إنه نحن بدنا ندعم باتجاه إنه كل الأطراف يتطبق عليها الضغط اللي عم ينطبق على إيران، بمعنى إنه تأييد إلغاء الاتفاق النووي هذا ما بيعني إنه إطلاق يد إسرائيل بالمنطقة أو إنه التماهي مع المواقف الإسرائيلية، أو إنه بنفس الوقت كمان الموقف بالمقلب الآخر إنه أنا نتيجة لأني أنا بكره إسرائيل ومعادلة توجهات إسرائيل بالمنطقة ووجودها واحتلالها للأراضي الفلسطينية، هذا ما لازم يدفعني باتجاه إنه أنا روح أدعم أي طرف معادل لإسرائيل أو إنه هو ممكن يضر إسرائيل، ممكن الطرف الثالث يكون عم يضر إسرائيل وعم يضرني أنا بنفس الوقت. فهون في جملة من الحسابات الاستراتيجية لازم يكون أي صانع قرار أو أن حتى الإنسان العادي لما بياخذ موقف من هاي المواضيع لازم تكون موجودة بذهنه، وفي موقف أخلاقي لازم الواحد يوضحه بداية، أنه موضوع العقوبات الاقتصادية من حيث المبدأ العقوبات الاقتصادية على أي شعب وأي دولة هي شيء لازم ما تكون موضوع ترحيب، هو شيء مرفوض لأنه بالنهاية الإنسان العادي هو اللي راح يكون ضحية العقوبات الاقتصادية، إنما استراتيجيا والأمور كونه نحن ما نصنع قرار بس الأمور عم تصير وفي عنا معطيات سياسية واقعية، العقوبات الاقتصادية حين عم تؤتي أكلها ببعض الملفات، يعني ممكن يكون هي فرض عقوبات على إيران قد يدفعها باتجاه نوع من يعني الحد من تدخلات الإقليمية، وأنه هي صانع القرار الإيراني بالنهاية هو مثل أي صانع قرار بأي منطقة تانية، هو عقلاني بيحسب الربح والخسارة، يعني هو ما راح يفوت بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية علما يعني حساب على حسابات الحسابات العسكرية والقدرات الاقتصادية لكل طرف. نعم. فهذا ممكن يكون له تداعيات إيجابية، يعني الطرف الإيراني هو معتمد على الإيديولوجيا والخطاب والحشد الجماهيري والشعبي بالنسبة للموجودين ضمن إيران أو للناس المتعاطفين مع إيران إقليميا، ولكن أصبحت كل القضايا يعني متشابكة ممكن نقول، يعني الموضوع الإيراني الملف الإيراني أصبح أيضا متشابك مع موضوع صفقة القرن اللي عم بتم الحديث عنها، فبالتالي صرنا لم نعد نميز ما هو الصح أو الخطأ. يعني إذا ما نسأل الطرف الآخر لما في كتير انتقادات اللي بيكون ضد إيران
من حقه أنه خاصة إذا كان السياسة الإيرانية في المنطقة تسعى إلى التمدد والهيمنة على المنطقة، يجب أنه بنظر هؤلاء أنه هذا عميل إسرائيلي، هذا مع إسرائيل. هون كمان في عنا خلط الموضوع، كيف ممكن نرد على هذه الاتهامات؟ يعني بس عفوا لو سمحت قلب في نقطة عم تنحكى. أولا يعني يتحدثون عن التدخل الإيراني وكأنه التدخل الإيراني جاء ابتداء وليس نتيجة للحرب بالعراق والتدخل بسوريا وإلى آخره. يعني أنا لا أعتقد، ما بشوف إيران هي يعني سياسة الدولة هي سياسة هيمنة على المحيط، ولكن تعامل مع اللي صار. يعني لما العرب تآمروا على العراق وتم اجتياح العراق بغض النظر عن نظام صدام حسين، صار في فراغ. وإيران منا تحدها من الشرق الصين الشعبي، إيران هي على حدود العراق وهي جارة لنا يعني. والتأثير إيران تدخلها بدولنا هو هذا نتيجته هو الدفاع عن حدود الشرقية أو الغربية عفوا. ونحن بما أنه ما كان عندنا سياسات واضحة هي ارتدت علينا بالنهاية. هذا أول شغلة. بعدين بس بالنسبة لموضوع السياسة الأمريكية، السياسة الأمريكية تجاه إيران هي سياسة واحدة، هي سياسة العداوة ومحاولة الإخضاع. تختلف يعني الطريقة. أوباما من الناس الذين يقتنعون أنه يجب الإخضاع باللين، بالمقابل ترامب يعتمد سياسة المواجهة المباشرة. هناك فرق شاسع بين ألغاء الاتفاق وأن يأتي ترامب بمدرعاته وجيوشه المجيشة ويأتي ليحارب إيران. هذا لن يحصل، لن يحصل أبدا. اللي حيصير نطلع، إذا نطلع بالبنود التي ذكرها بومبي على سبيل المثال، تقريبا أكثر النقاط تتعلق بمنطقتنا، وقف دعم حركات المقاومة تنعكس علينا أولا. وشفنا تأثير هذه النقطة على سبيل المثال فرض عقوبات على شخصيات لبنانية وبعدين سورية وإيرانية. ولكن في سياسة متبعة تجاهنا نحن. الأمر الثاني خروج إيران من كل هذه الشخصيات أو الكيانات مدعومة من إيران. هلا هي من بالواقع عم بيصير هنا الله أو الحوثيين، هي جبهة واحدة في صراع جبهات، وهول جبهة واحدة. نحن مش عم نحكي عن تدخل إيراني ابتدائي، الموضوع في صراع بالمنطقة. إذا بنحب مثلا نحن نقول لإيران تطلع لبرا، إبراهيم كأنك عم تقول أنه إيران طريقة تصرفاتها بالمنطقة كأنها ردة فعل وليس هي الفعل. طبيعة ردة فعل. يعني هل كان هناك دور لإيران بالعراق قبل سقوط العراق؟ يعني سوريا هل كان فيها الدور الإيراني بالتدخل بالسياسات السورية مثل ما عم بيصير هلأ؟ طبيعي لا. لما نحن بدنا نطلب أنه تخرج إيران، أنت عم تطلب يخرج طرف، بس ما أنت أصلا سوريا أوريدي خربان يعني. مش تفضل. أنا أعتقد بالنسبة لي أولا التحالف بين بعض الدول العربية وإسرائيل هذا مبالغ به كثيرا، لأنه التقاء المصالح لا يعني التقارب أو التحالف. القضية الثانية، نحن إذا ننظر تعامل إيران مع الدول العربية وإسرائيل، لماذا مبالغ فيه؟ يعني المسؤولين الإسرائيليين يقولون أن هناك علاقات، ولكن حتى وصل إلى حد التسمية. لا يوجد علاقات رسمية حد الآن على الأقل. لكن لما نرجع لطريقة التعامل الإيراني مع إسرائيل ومع الدول العربية، نحن يجب أن نعلم أن أو نعترف بأن إيران في حرب مع الدول العربية. هذا بروكسي وور. أنت لما تضرب مدينة الرياض من يمن، هذا بروكسي وور. يعني أنت تستعمل أداة غير إيرانية لضرب مصالح دول عربية. أو أنت لما تقوم بزعزعة الاستقرار في العراق أو في سوريا، فبالتالي أنت إيران في حالة حرب مع الدول العربية. وبالتالي هذا يجب على الدول العربية الوقوف على مع أي جهة تحاول أن ترصد هذه التجاوزات ودعمها. يعني لا يمكن مثلا إيران تستمر الكيان الصهيوني على سبيل المثال. لا الكيان الصهيوني شيء مشكلة قضية. أولا أنت لما تعاين للصورة، أنت تشوف الصورة، لا توجد هناك لا خلايا نائمة ولا خلايا رهابية ولا خلايا مقاومة داخل إسرائيل، لكن تجد خلايا نائمة في الكويت، في الإمارات، في السعودية. يعني وهذه الخلايا اللطيف في الأمر، هذه الخلايا ليست إيرانية، ترى عدد كبير منهم عرب. فبالتالي ترى أن الصراع هذا البروكسي وور اللي موجود بين الإيران والدول العربية هو من أجل الهيمنة، من أجل الهيمنة. ونحن إذا ننظر إلى إيران تاريخيا،
أولا إيران بهذه الجغرافية الموجودة الآن دولة حديثة تأسست في سنة 1925، يعني هناك خلط بين إيران بلاد فارس التي كانت قبل 1925 وإيران التي تأسست في سنة 1925 بواسطة بريطانيا بعد أن دعمت بريطانيا إلى احتلال إمارة الأحواز العربية أو مناطق أخرى مثل أذربيجان وبلوجستان. البلاد فارس هي المناطق الوسطى في إيران، بالتالي هذه الباغي هي مناطق غير فارسية. بالتالي لما استولت على هذه المناطق في سنة 1925 الهدف كان أولا وجود جبهة تزعزع الأمن والاستقرار في بلدان العربية، تختلف مع العرب ثقافيا مذهبيا ولديها صراع طويل مع العرب. أنت لما ننظر إلى علاقة الدول العربية مع إيران قبل الثورة نرى أن كان هناك تدخل إيراني، نظام الملكي كان يدعم حزب الدعوة في العراق، وكان يعتبر نفسه شرط المنطقة، ويجب على الدول العربية إخضاع لشروط علاقات مع إسرائيل، وكان لديه علاقات استراتيجية مع إسرائيل، وكان يدعم الأكراد ضد الحكومة المركزية العراقية. وبالتالي هذا العداء التاريخي بين الفرس والعرب موجود، وبالتالي احنا الآن نحاول أن نضع الأمور بأنه الكيان الصهيوني، هذا كيان صهيوني، هذا عدو استراتيجي لكل العرب، هذا واضح، هذا متخلصين عنده، لكن هناك عدو ولكن لا نتكلم عنه، لكن موجود ولكن لا نتكلم عنه، لا نتكلم عنه، لكن أنت عندك الآن عدو تغلغل في 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 البنى الاجتماعية. أنت الآن المادة الخامسة بالدستور الإيراني تقول في زمان ولي غيبة ولي العاص إمامة الأمة وولاية الأمر من صلاحيات مرشد الأعلى للثورة الإيرانية، يعني كل المسلم في العالم الحدود. هذا قضية دستورية، دستور الإيراني ينص عليها. مادة الثالثة الفقرة 16 بالدستور الإيراني تنص أن وزارة السياسة الخارجية الإيرانية يجب أن تدعم كل المسلمين بالعالم مستضعفين ضد الأنظمة الدكتاتورية. طيب ضد الأنظمة الدكتاتورية، طيب مين يشخص مين ضد الاستكبار العالمي؟ لا 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 والرئيس الجمهوري لايك، هذه قضية أخرى، لكن أنت من يشخص أن مثلا شيعة بحرين مضطهدين، لكن الشعب السوري اللي يقتل خلال 7 سنوات هذا غير شعب غير مستضعف، أو مثلا روهينجا، أنت تعرف أنت قبل فترة كان هناك تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة ضد جرائم دولة ميانمار بحق المسلمين روهينجا. إيران امتنعت عن التصويت لأنها لديها علاقات مع ميانمار، أو اتفقت مع روسيا ضد مسلمي شيشان. أنت تعلم أن جمهورية أذربيجان 10 ملايين نسمة 96% منهم شيعة، لكن في الصراع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا على منطقة على مرتفعات غار رباق إيران وقفت إلى جانب أرمينيا ضد الشيعة. فهذا يدل أن النظام ليس موضوع مذهب ولا فرس ولا عرب. طيب. علينا أن نبتعد عن هذا الخطاب، هذا الخطاب لا يتقدم بنا إلى أي مكان. أنت عم تحكينا عن فرس وعرب وسنة وشيعة، الموضوع مختلف كليا. أنا أجيب لك صراع، يعني مثلا مقاومة فلسطين المحتلة، لا هذا يستخدم ليس هذا يستخدم سوفت باور، هذا إيران تستخدم المذهب الشيعي كسوفت باور أو القوة الناعمة للتغلغل في المجتمعات العربية. طيب. الآن أنت الآن واحد يقتل، هل بمصلحة العرب استمرار هذا العداء اللي عم بتقول عنه عداء تاريخي؟ طبعا. بالنهاية إيران دولة جارة يجب على دول عربية أن تتعايش معها، الطريقة العدوانية ما حتوصل لشيء، لأنه أساسا القدرات الدول العربية مقارنة بالمقدرات إيران لا يمكن أن تقارن لا عسكريا ولا سياسيا. دكتور بدي تفضل تتدخل، ومحمد بعدين له الكلمة، توجه كمان أسئلة للفريقين. الشباب يعني هم طلبة علوم سياسية في العموم ويعلمون ما سوف أقوله. يعني العلاقات بين الدول يا عزيزتي ريما لا تنبني على أسس غير سليمة، تنبني على تصور تعاوني أو تصور تصارعي، أي العلاقات الدولية هي أما علاقة صراع أو هي علاقة تعاون، وعلاقة الصراع وعلاقة التعاون مردها اقتراب أو ابتعاد المصالح التي تسعى إلى إنجازها الدول المعنية. بيننا وبين دولة إيران دون شك مصالح متناغمة ومصالح متقاطعة. التاريخ أكد أن المصالح بين الطرفين هي متناقضة أكثر مما هي متعاونة، والدليل على ذلك
التمدد الإيراني هذا حقيقة لا نستطيع أن ننكرها. هنالك تمدد إيراني يستخدم الأدوات بالنيابة war by proxy لتحقيق أهداف قومية. نعم. هذا واضح. الدستور الإيراني هو نفسه يؤكد على هذه الأهداف القومية الفارسية الإيرانية. نعم إيران تأسست 1925 ولكن على أساس دولة فارس، وبالتالي هنالك امتداد. يعني هذا التاريخ، هذا واقع، لا نستطيع أن ننكر هذا الواقع. لكن في نفس الوقت بنا حاجة إلى أن نطور العلاقات الإيرانية العربية إلى ذلك المستوى الذي يخدم المصالح المشتركة بين العرب وبين سكنة دولة إيران أو الإيرانيين. طيب قاسم، تطرق لموضوع الخلايا النائمة الموجودة في بعض الدول العربية، ومنها كان خلية العبدلي بالكويت. نعم. كان خلية تابعة لحزب الله. طيب هل هذه مسؤولية؟ يعني طبعا كل الدول مخابراتية بتتدخل، بتكون هذه الدول كلها ساحات لأجهزة مخابرات أمريكية وإسرائيلية وكل مخابرات العالم. هل هذه مشكلة الدول الخارجية أم أنه في قصور أمني؟ لا، هي المخابرات، نعم، الدول دائما كثيرة من الدول ولا سيما المؤثرة تلجأ إلى أداة المخابرات، ولكن أداة المخابرات هي أداة واحدة بين سلة من الأدوات المتعددة. الدول تستخدم تلك الأدوات التي ترى أنها مؤثرة في تحقيق الهدف المنشود، وبالتالي لا توجد دولة تلجأ إلى أداة واحدة، وإنما دوما وأبدا هنالك مجموعة أدوات تستخدم لتحقيق هدف، وهي تلك الأدوات التي تعبر عن قدرة الدولة على الفعل. هنالك فرق يا ريمة بين قدرة الكاباسيتي تو أكت وبين مجرد الباور. مجرد الباور، الباور يعني نحن العرب نملك الباور ولكننا لا نملك القدرة على الفعل. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ أقصد أننا نتوافر على تلك الموارد التي تتيح لو تم استخدامها بفاعلية تتيح للعرب أن يتحولوا فعلا إلى قوة كبرى. أنا أتذكر وأنا طالب في ألمانيا الاتحادية عندما صار تأميم النفط العربي بعد الأزمة 1974، الصحف الألمانية نقلا عن الصحف العالمية قالت إن العرب تحولوا إلى قوة كبرى، أي بمعنى إننا عندما استخدمنا النفط لغايات قومية تحول العرب من دول ضعيفة إلى دول كبرى. مع الأسف إننا لا نوظف قدراتنا لتحقيق أهداف. لما هدد الملك فيصل بقطع أيوة الملك فيصل والعراق وصدام حسين حقيقة، يعني هذا الله يرحم الجميع. إذن هي مسألة القوة والقدرة. إيران تستخدم عناصر القدرة، العرب لحد الآن بدأوا باستخدام القدرة ولكنهم لم يستمروا فيها لأسباب متعددة. الأسباب كثيرة حقيقة التي تفسر لماذا نحن في قاع الدول المؤثرة دوليا. هنالك القطرية، مع الأسف الشعار الذي صار يرفع بعد حرب 1973، مصر أولا العراق أولا سوريا. العراق لا، حتى الغزو 2003 كان العراق لا يرفع العراق أولا، وإنما كان العراق يقول الأمة العربية أولا. لكن الآن الكل تقريبا يرفع شعار السعودية أولا، مصر أولا، لبنان أولا إلى آخره. إذن هذه القطرية. بعدين هنالك متغير آخر في غاية الأهمية، الاختلالات الهيكلية في الجسد القومي العربي هي التي تعطل العرب من الحركة. هذه الاختلالات ألغت وجود رؤية عربية مشتركة، لأننا لوحدنا كل دولة عربية لوحدها لا تستطيع مواجهة التحديات التي تجاوب العرب. التحديات كثيرة ومتنوعة حقيقة، ومنها أذن التحدي الأمريكي. يعني لا ينبغي ألا نقع في الوهم ونقول إن ترامب هو
يتصرف حبا بالعرب، هو يتصرف حبا بالمصالح الأمريكية. وأنا ذكرت في بداية كلامي ولكنك مع الأسف لم تتيح لي الفرصة أن أكمل كلامي عن المستويات الثلاثة التي ينطلق منها ترامب. ترامب هو عندما ألغى الاتفاق النووي مع إيران أراد أن يعيد بالعيد الولايات المتحدة إلى ذلك الدور الذي كانت تؤديه، أي بمعنى أن تكون قائدة للنظام السياسي الدولي الذي فعلا تغير من أحادي وإلى متعدد الأقطاب. الآن هنالك أقطاب كثيرة، يعني في مقدمتها الصين. الصين في 2050 هي التي سوف تصبح القوة العظمى الأولى، الهند. وهذا ما أشار إليه ترامب في حديثه عن التحديات الاستراتيجية. طبعا إذا بنا حاجة نحن العرب يا عزيز التريمة أن نتوافر على رؤية وننطلق من استراتيجية، رؤية تميز بين الفرص وبين الكوابح، تتعامل مع الفرص من أجل تعظيم الفرص، تتعامل مع الكوابح من أجل احتواء هذه الكوابح. مستقبلنا يعني مع كل هذا أنا أرى أن المستقبل مستقبلنا العربي واعد يبشر بالخير، ولكن ينبغي أن نتحلى بالصبر. لنأخذ بعض الأسئلة، سأعود إليك محمد. أسئلة من الفريق من الجمهور، تفضل. تفضل. مرحبا أنا إسماعيل. أهلا. متى سيشعر الإيرانيين بالعقوبات التي قال عنها ترامب إنها الأقسى في التاريخ؟ سؤال جميل، تفضلي. اسمي حسينة. سؤالي، من يحدد مصلحة العرب التي نتحدث عنها؟ هل هي دولة بعينها كالسعودية مثلا، أم أن كل دولة تقرر مصالحها بنفسها فيما يتعلق بإيران؟ سؤال جميل، وأشار له الدكتور مازن فيما يخص أنه يكون في رؤية عربية موحدة ومشتركة، ما تكون هي دولة معينة هي تتحكم بالقرار العربي. اسمحي لي أضيف شيء واحد. تفضل يا محمد. لدينا احنا مؤسسة ننسى دورها الفعال، هي جامعة الدول العربية. نعم جامعة الدول العربية أنشئت من أجل محافظة على. نسينا أنه في جامعة الدول العربية. نعم نسينا هنالك جامعة الدول العربية، ولكن لدينا مؤسسة تتوافر على خبرة عظيمة، خبرة إدارة التعاون العربي على شتى الصعد، ومؤسسة ذات يعني لو أتيح لها إعادة هيكلة. دكتور أحمد أبو الغيث، يجب أن يكون في إعادة هيكلة لو أتيح تفعيل جامعة الدول العربية لارتقت جامعة الدول العربية بالعرب إلى المستوى الذي ارتقى به الاتحاد الأوروبي. نعم. بأوروبا. نعم. محمد تفضل. أنا أترك الأسئلة يمكن للدكتور، بس أعتقد أبحرنا بعيدا في مجموعة نقاط بسرعة بمر عليها. أولا إحنا فريق واحد، بس بختلف معك في نقطة إنه إحنا نهول من التدخل الإيراني. هو واقع، هو موجود، هو ملموس. أنا من اليمن ومن 2011 لمسنا هذا الشيء. لكن بنفس الوقت أخي كاظم، أنا اتفقت مع كثير من اللي تكلمت عنه عن دور إيران ورؤيتها لنفسها. لكن إيش علاقة هذا بالاتفاق النووي اللي إحنا الآن تقريبا نسينا الحديث عنه وتحدثنا في مواضيع أخرى؟ الانسحاب من الاتفاق النووي الحالي الموجود في ظل كل الكلام اللي قلته، لأن أتفق مع كثير منه، كيف يخدم المصالح العربية إذا كان ليس لدينا، يعني الدكتور الآن يتكلم عن جامعة عربية غير مفعلة وعن مشاكل كثيرة في نظرة العرب لأنفسهم ولتعاونهم. الانسحاب من الاتفاق النووي أو عدم الانسحاب منه، يعني أقول وربما الانسحاب منه بشكل أسوأ، لن يخدم مصالحنا، لأنه نحن ليس لدينا أي دور واضح في الحديث عن صفقة القرن وإسرائيل وما ذلك. أنا أفهم أنه أحيانا المصالح تتشابه أو تتقاطع، لكن في الحقيقة هل نحن احنا العرب في الموقع الذي يسمح لنا فعلا أن نشكل تحالفات وما لذلك؟ أعتقد شخصيا أنه ربما هناك أنظمة عربية ستكون سعيدة ربما بالتعاون مع إسرائيل، لكن في ظل غياب الأدوات حتى هذا الشيء هم عاجزين عنه. فالنقطة الأساس في رأيي في ظل وجود التدخل الإيراني، أنه وزي ما قلنا في بداية الحديث، الانسحاب من الاتفاق النووي بلا هدى وبلا بديل وبلا وبلا يعني نظرة استراتيجية نتكلم عن العرب، ربما يصب بمصلحة إيران أو يصب بمصلحة تدخل إيراني، لأنه إيران في النهاية نحن أوراق كنا في أيديها، تستخدم اليمن كورقة، ربما لبنان وتدخلها في العراق، وهذا ما جعل واستخدمت هذه الورقة حقيقة في التفاوض. والآن الانسحاب بشكل عشوائي ربما يخدم مصالح الأمريكية، لكن ربما أيضا يعني يعطي التدخل الإيراني دفعة لأنه ستستخدم هذه الأوراق. أنا أتفق معك أنه في تدخل، وهذا تدخل مدمر وربما له
يعني أبعاد تاريخية وسياسية ومذهبية وما إلى ذلك. لكن لم يج أنت يعني ربما لم تجيبوا لماذا الانسحاب من الاتفاق النووي على شكلته. وهنا أيضا يعني كان وجهة النظر أنه الانسحاب كان ضرورة بسبب يعني حتى أورد يعني تاريخيا هذا العداء. بس الحديث العداء موجود التدخل موجود لكن إيش علاقة هذا الاتفاق؟ بس نقطة أخيرة دكتور تكلم عن التفكير الأحادي. أعتقد أنه الكلام اللي قلناه في البداية أنه هذا الاتفاق ليس كاملا وليس جيدا ربما للعرب. العرب كانوا غائبين فيه وتحدثنا عن أن هناك وسائل أخرى تستطيع الدول الكبرى أن تستخدمها في الضغط على إيران والذي يعني بشكل آخر تعديل. بالنسبة للوسائل عندي بس دقائق معدودات يعني ما انتهى الوقت. بالنسبة للدكتور للوسائل الأخرى يعني الآن دول الاتحاد الأوروبي ماذا هي فاعلة في هذا الإطار؟ كيف ممكن أن تواجه الولايات المتحدة لو بعجالة لو سمحت تعطينا فكرة؟ عزيزتي أنا أتفق مع أو أدعو إلى تعديل الاتفاق بشرط أن يتضمن ثلاثة أمور أساسية: منع إيران من حيازة السلاح النووي، الحد من صناعة الصواريخ النووية، الحد من التدخل الإيراني في منطقتنا العربية منطقة الخليج العربي. أعود إلى سؤالك بسرعة. أوروبا لن تستطيع التأثير في الولايات المتحدة الأمريكية. كاظم أخي كاظم أشار إلى العلاقة حجم العلاقات الاقتصادية الإيرانية الأوروبية، ولكن ماذا بشأن حجم العلاقات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية؟ هي مئات المليارات، هي مئات المليارات، وبالتالي أوروبا سوف تستجيب إلى الضغط الأمريكي في موقفها حيال إيران. إذن الحل هو ليس في الإبقاء على الاتفاق، الحل ليس في إلغاء الاتفاق. مصلحة العرب تكمن في تعديل الاتفاق بالاتجاه الذي يضمن المصالح العربية. نحن العرب نستطيع أن نؤثر ونضغط في صانع القرار الأمريكي السيد ترامب، صناع القرار الأوروبيين. لدينا النفط، لدينا الغاز، لدينا الموقع الاستراتيجي، لدينا نستطيع كلها أن نوظفها خدمة لمصالحنا الوطنية وكذلك مصالحنا القومية. شكرا لك. أجاب على بس بسرعة كاظم. أنا لو جملة واحدة لو سمحت. كيف تؤثر؟ أنا أعتقد أن هناك في تأثير على المدى القصير ومدى البعيد. مدى القصير أنها لم يكن لإيران مصادر للدولار الأمريكي حتى تستطيع أن تصرف على أدواتها في المنطقة. على سبيل المثال قبل الاتفاق النووي كانت تصرف إيران حوالي 230 مليون على حزب الله، بعد الاتفاق النووي وصل إلى 750. هناك 40 ميليشيا مسلحة موجودة بالعراق، وهذه الميليشيات كلها تأخذ رواتبها الشهرية من إيران. الألوية الطائفية الموجودة في سوريا، الفاطميين والزينبيون، هؤلاء يأخذون حتى قبل الاتفاق وكانت تستفيد. صحيح، لكن هذا في العراق هذا مدى قصير، هذا مدى قصير يقطع هذا الأمر. ونعتقد على مدى البعيد إذا إيران لم ترضخ لهذه المواد الـ12 الشروط اللي قدمها بومبيو، النظام الإيراني سوف يسقط. شكرا جزيلا، انتهى الوقت. شكرا جزيلا على المشاركة، وشكرا أيضا للجمهور على وجودكم معنا. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من جدل. إلى اللقاء.